السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد شريف. إن شاء الله في الفيديو ده هتكلم عن شرح سريع لبرنامج الإكسل 2016. يلا نبدأ بسم الله. برنامج الإكسل هو برنامج الجداول الإلكترونية، ملفاته عبارة عن أوراق عمل شيت. يحتوي البرنامج على مجموعة من الأعمدة ممثلة بالحروف الإنجليزية، مجموعة من الصفوف ممثلة بالأرقام. تقاطع الأعمدة مع الصفوف يكون خلايا، تقرأ الخلية بحرف العمود مع رقم الصف، فبنقول بي 3 وبنقول دي 9 وبنقول اف 12 وهكذا. لو انا عايز احدد اي عمود بضغط على حرف العمود، لو عايز احدد اي صف بضغط على رقم الصف. اوامر القوائم، قائمه فايل، الامر الاولاني نيو علشان اعمل منه مستند او سبريد شيت فاضي سواء بلانك او باستخدام احد القوالب بالضغط على القالب المطلوب. طبعا هيقول لي في الامتحان اختار اي قالب بمزاجك، اوف يور تشويس. الامر الثاني اوبن علشان افتح مستند انا حافظه قبل كده، بضغط على اوبن وبعدين زيس بي سي مرتين فبيفتح لي مربع حواري، اختار منه مكان حفظ المستند، بعد كده هحدد المستند اللي انا عايز افتحه، بعد كده هعمل اوبن فبيفتح معايا. طب الامر الثالث سيف علشان احفظ التعديلات على المستند. طيب الامر اللي بعد كده سيف از معناه حفظ باسم، بضغط على زيس بي سي مرتين بيفتح لي مربع اختار منه ثلاث حاجات. من هنا بختار مكان الحفظ، انا عايز احفظ على دوكيومنت لتمس اكسل على سبيل المثال، من فايل نيم هكتب اسم للمستند وليكن مثلا هكتب له سيلز المبيعات او سيلز ديتيلز، لان عندي مستند اسمه سيلز. من سيف اس طيب بختار نوع التنسيق، الانواع المطلوبه اكسل ورك بوك، النوع الثاني اكسل تمبلت، واكسل تمبلت بيغير المسار، يعني عايز احفظ على دوكيومنت لتمس اكسل كتمبلت، اول ما بختار اكسل تمبلت بلاقي المسار اتغير ارجع تاني اختار دوكيومنت لتمس اكسل على سبيل المثال. يبقى اول حاجه اكسل ورك بوك، ثاني حاجه اكسل تمبلت، ثالث حاجه تكست اللي فيها تاب، تكست تاب ديليمنتد. في النهايه طبعا بعمل سيف. انا عايز اكسل ورك بوك عادي اللي هي دوت اكس ال اس اكس، بعمل سيف. اذا اخذنا في قائمه فايل نيو، اخذنا اوبن، اخذنا سيف، اخذنا سيف از. الامر اللي بعد كده برنت علشان اطبع، من كوبي بختار عدد النسخ، انت عايز تطبع نسخه ولا اثنين ولا ثلاثه. من هنا بختار الطبعه اللي انا عايز اطبع بيها وليكن الطبعه دي. من هنا مدى الطباعه، اكتف شيت هيطبع الشيت النشط، انتر ورك بوك الكتاب على بعضه، سيلكشن المحدد الخلايا المحدده داخل الورك شيت، بيج مثلا من واحد الى خمسه يطبع لي اول خمس صفحات، لو عايز اطبع الصفحه الخامسه بس بكتب خمسه الى خمسه على سبيل المثال. في النهاية بعمل برنت، وأسئلة البرنت دايما بتيجي نظري. كلوز عشان أقفل المستند، وأوبشن علشان أغير اليوزر نيم من جنرال بغير اليوزر نيم السؤال تشينجز ديفولت يوزر نيم تو يور فول نيم، تكتب اسمك بالكامل مثلا ده أخويا محمد، أنا أكتب مثلا أحمد فتحي الشريف على سبيل المثال. في النهاية بعمل أوكي. كده قائمة فايل تكون انتهت. القائمة الثانية قائمة هوم، أوامرها قط لقص ما تم تحديده تمهيدا للاسكو، كوبي لنسخ ما تم تحديده تمهيدا للاسكو، بعد القط أو الكوبي بيجي بيست للاسك ما تم قصه أو نسخه. مثلا سيلكت ذا سيل رينج من البي 5 إلى بي 13، اعمل له كوبي، اعمل لهم بيست في المدى من الإي 13 لغاية إي كام، مانيش عايز أعرف لغاية الإي كام، هعمل بيست. هو بيفرد نفسه على قد عدد الخلايا اللي أنت عامل لها كوبي، على قد عدد الخلايا اللي أنت هتعمل لها بيست. طيب وقط نفس الكلام، موف ذا سيل رينج من كذا الى كذا، بعمل له قط، وبعدين بروح للمكان اللي هعمل فيه بيست واعمل بيست، فبتعمل قط من هنا وتعمل بيست هنا. فورمات بينتر اداه نسخ التنسيق، تستخدم لنسخ التنسيق نص وتطبيقه على نص اخر، بنسميها كوبي فورمات. بحدد النص اللي انا عايز انسخ تنسيقه، اضغط على الفرشه احدد النص اللي انا عايز ينطبق التنسيق عليه. الجزء بتاع فونت سامو فونت علشان اغير، بس بالمناسبه انا عندي فيه ثلاثه كوبي في الاكسل، عندي كوبي العادية، عندي كوبي فورمات، عندي كوبي فرميولا. يعني مثلا انا كاتب هنا واحد وكاتب هنا معادلة، هو اللي عامل الجهاز او الامتحان كاتب له معادلة، ده زائد خمسة مثلا. كوبي الفرميولا اللي موجودة في جي 3 واديها لي لغاية الجي 10، بسحب من الكورنر، من الكورنر علشان اسحب المعادلة واديها لي للجي 10، بسحب لغاية الجي 10. اذا الكوبي فرميولا من الكورنر وكوبي بس اهي، وكوبي فورمات من الفرشه، يبقى ثلاثه كوبي، كوبي وكوبي فورمات من الفرشه وكوبي فرميولا من الكورنر المميز زي ما انتم شايفين. طيب بعد كده الجزء بتاع فونت، من سام فونت هغير منه نوع الخط الى اي نوع انا عايزه،
ولو ما تلاقيتش نوع الخط هنا ممكن اكتبه. على سبيل المثال عايز اغير نوع الخط الى بوكمان اولد ستايل، مجرد ما بكتب بي او او كي ام الجهاز بيجيبها لي، بعمل انتر من لوحه المفاتيح. فونت سايز علشان اغير حجم الخط الى اي حجم. بعد كده يا جماعه بكبر حجم الخط، انكريز فونت سايز اكبر بدرجه، وديكريز فونت سايز بصغر بدرجه. بولد علشان اخلي الخط سميك، دايما يقول لي روح لي مستند تاني او صفحه تانيه وحدد الصف الاولاني ما بكونش معمول له بولد، بيقول لي اعمله لي بولد. ادي بولد. ايتاليك علشان اخلي الخط مائل، اندرلاين علشان احط خط تحت الكلام. دايما يا جماعه البوردر جنب الجردل، حدد المدى من كذا الى كذا، ادي له بوردر، اي بوردرز من ده، سواء اول بوردر او اوتسايد او ثيك اوتسايد بوردر او توب اند دبل بوتوم بوردر، اي حد من الحدود دي، دايما البوردر جنب الجردل واختار البوردر المطلوب. شيدنج او في الكالر او باك جراوند نفس المعنى، بختار لون لخلفيه المحدد لو انا محدد اكتر من خليه. تشينج ذا في الكالر تو كالر اوف يور تشويز، او تشينج ذا باك جراوند كالر، او تشينج ذا في الكالر، بغير لون الخلفيه. يبقى في الكالر بتساوي الباك جراوند كالر لون الخلفيه او لون التعبئه. تمام. بعد كده الفونت كالر علشان اغير لون الكلام، اختار اللون اللي انا عايزه، دايما بقول لك اوف يور تشويز. الجزء بتاع الاينمنت، محاذاة توب وميدل وبوتوم ومش مطلوبين في الاي سي دي ال، اللي دايما بيجي محاذاة ليفت وسنتر ورايت. انا عايز اعمل محاذاة للنص ده مثلا، والصفحة بالشكل ده هو في الليفت، انا عايز اخليها في السنتر، او عايز اخليها في الرايت، او عايز ارجعها تاني للليفت. تمام. الاجزاء ديت ما هيش مطلوبه. ريب تكست لعمل التفاف للنص، وميرج وسنتر وان ميرج لعمل دمج والغاء الدمج. مثلا على سبيل المثال انا كاتب والكلام معدي، عايز اعمل ريب تكست التفاف للنص، بحدد واعمل ريب. لو عايز احدد المدى ده واشيل الخطوط اللي في النص، بعمل ميرج من السهم، ميرج وسنتر بيشيل الخطوط اللي في النص. لو عايز ان ميرج من السهم هختار ان ميرج بعد تحديد الخليه. روح للورقه اللي اسمها نيم، حدد المدى من البي من الدي 2 الى مثلا الدي 26. عايز اعمل لها كرنسي عمله، فمن العمله الكرنسي بختار العمله المطلوبه، على سبيل المثال انجلش يونايتد ستيتس على سبيل المثال. طيب هو طلب كمان ويذ تو ديسيمال، بعد رقمين بعد العلامه العشريه، ما هو موجود رقمين. لو عايز ازود الارقام بعد العلامه العشريه من ديكريز ديسيمال، لو ده لو عايز اقلل، وده لو عايز ازود الارقام انكريز ديسيمال لزياده الارقام. يبقى كده معايا اللي طالع منه سهم بيوزع بيزود، انكريز ديسيمال لزياده الارقام بعد العلامه العشريه، بينما ديكريز ديسيمال لانقاص الارقام بعد العلامه العشريه. اذا اخذنا الكرنسي العمله، بختار العمله المطلوبه، وممكن ازود الارقام بعد العلامه العشريه من انكريز ديسيمال، ممكن اقلل الارقام بعد العلامه العشريه من ديكريز ديسيمال. طيب بعد كده بيرسنت ستايل او برسنتيج علامه في الميه، بحدد المدى اللي انا عايز اعمل له علامه في الميه. بعد كده بضغط على بيرسنت ستايل بيعمل لي علامه في الميه. طب لو هو عايز بيرسنت ستايل برقمين بعد العلامه العشريه، ادي انكريز ديسيمال بيزود الارقام، وديكريز ديسيمال لانقاص الارقام. طيب حدد المدى ده او المدى اللي تحت من كذا الى كذا، حددنا المدى. عايز كوما سيباريتور فور ساوزن، كوما فاصله الالاف، بيعمل لي الكوما فاصله الالاف، مع ملاحظه بعد لما بيعمل لي الكوما فاصله الالاف بيعمل لي رقمين بعد العلامه العشريه، ممكن اقلل الارقام بعد العلامه العشريه عادي، مفيش مشكله. اذا الجديد هنا ريب تكست التفاف للنص، من السهم في ميرج وسنتر وان ميرج، هنا في الكرنسي العمله اللي انا عايزها، هنا بيرسنت ستايل او برسنتيج، هنا كوما او بنسميها كوما سيباريتور فور ساوزن، ساوزن سيباريتور او كوما، هنا انكريز ديسيمال زياده الارقام ديسيمال، وديكريز ديسيمال لانقاص الارقام بعد العلامه العشريه. انسرت الادراج سواء صف اعلى المحدد او عمود على شمال المحدد او ورقه عمل، ويمكن عمل ذلك بكليك يمين. انا عايز اعمل صف فوق 19، بحدد 19 وكليك يمين واعمل انسرت. عايز اعمل عمود بين الاي والبي، بحدد البي وكليك يمين واعمل انسرت. عايز اعمل ورقه عمل، ممكن من انسرت اسهل الطرق، وانسرت شيت بيعمل لي ورقه عمل جديده، ويمكن اعمل ذلك بكليك يمين واختار انسرت، ثم بسيبها على ورك شيت واعمل اوكي. بعد كده ديليت علشان احذف، سواء رو علشان احذف الصف المحدد، ديليت ديليت رو، وديليت كولم علشان امسح العمود المحدد، وديليت شيت علشان احذف ورقه العمل على بعضها. طب عايز احذف ورقه العمل دي، ممكن بكليك يمين وديليت، ويمكن حذف صف بكليك يمين وديليت، ويمكن حذف عمود بكليك يمين وديليت. فورمات، عايز كمان الصف ده احذفه،
بعد كده فورمات، لو انا عندي عمود ضيق وكمان عندي صف ضيق، عايز اوسع الصف مثلا 3، السؤال رو 3 از تو نارو تو ديسبلاي ذا داتا فولي، ادجست ذا رو هايت سو ذات ذا داتا كود بي سين، اظبط لي ارتفاع الصف عشان يحوي بياناته. فورمات اللي دايما بيجي اوتو فيت رو هايت لعمل احتويات الكولم واحتويات الصف بالارتفاع، واوتو فيت كولم ويدز بيظبط اتساع العمود، ورينيم شيت علشان اغير اسم ورقه العمل، وموفر كوبي شيت لنقل او نسخ ورقه العمل. انا عايز هنا ان انا اوسع الصف الثالث، بحدد الصف الثالث، واوتو فيت رو هايت بيوسع على اكبر كلمه مكتوبه، وممكن اعمل ذلك بالضغط بين الصف واللي بعده مرتين. بالنسبه للعمود عايز اغير اتساع العمود، بحدد العمود، بعد كده من فورمات بختار اوتو فيت كولم ويدز، ويمكن عمل ذلك بالضغط بين العمود واللي بعده مرتين. والسؤال كولم A is to narrow to display the data fully، adjust the column width so that the data could be seen أو the data is visible، عايز البيانات تكون مرئية، بضغط بينه وبين اللي بعده مرتين أو من فورمات أوتو فيت كولم ويدز. رينيم شيت علشان أغير اسم الشيت، بدل ما هي مكتوبة نيم أسميها مثلا المبيعات باللغة العربية، ويمكن عمل ذلك بالضغط كليك يمين والاختيار رينيم. موفر كوبي لنقل او نسخ ورقه عمل، انا عايز انسخ ورقه المبيعات من الورق من الملف سيلز ديتيلز، واوديها ملف تاني اسمه سيلز ريبورت او مثلا بوك 1، عايز اوديها بوك 1، بحدد المبيعات من فورمات بختار موفر كوبي، من السهم الاولاني بختار الورق الكتاب اللي عايز احط الورقه فيه، عايز اخليها في اخر اوراق العمل بضغط موف تو اند، لو عايز اعمل نسخه منها كرييت كوبي واعمل اوكي، بلاقي راحت فعلا بوك 1 بعد كل اوراق العمل. ممكن لو انا عايز اخليها احرك ورقة العمل في نفس الكتاب بحركها بالسحب لما الخط الاسود يجي، اما في كتاب تاني لازم من فورمات وموفر كوبي، ويمكن عمل ذلك بكليك يمين وموفر كوبي، اختار الكتاب المراد وضع الورقة فيه، عايزها تبقى قبل مين بختار، ولو عايز نسخة منها بعمل كريت كوبي، لو قال في السؤال موف ما بحطش علامة صح على كريت كوبي، في النهاية بعمل اوكي. بعد كده الفايند والريبليس والسورت، ولكن قبل الفايند والريبليس والسورت كلير اللي دايما بيجي كلير كونتنت لمسح المحتوى، يمكن عمل ذلك بتحديد الخليه والضغط ديليت من لوحه المفاتيح. سورت وفلتر دايما كاستم سورت، حدد المدى من الاي 2 الى الدي، وانا نازل طبعا للدي مثلا 132، احدد المدى المطلوب. سورت وفلتر كاستم سورت، من السهم الاولاني بختار العمود المراد ترتيبه، انا عايز احدد، طيب بفرض يا جماعه انه بالشكل ده، لان انا محدد من 2 وليس من 1، انا المفترض ان انا عايز احدد مثلا من الصف من الصف الاولاني من A1 لD كذا، طيب يعني معنى كده تحديدي غلط، يعني في عندي صف هنا ما اتحددش، ارجع تاني احدد اهو عادي يظبط معايا لغايه الدي 132، من سورت وفلتر كاستم سورت، من السهم الاولاني بختار العمود المراد ترتيبه، لو هو في حروف بقول لك من الاي تو زد او زد تو اي، لو هو في تواريخ بقول لك من الاولدست للنيوست او نيوست للاولدست، لو هو في ارقام بقول لك من سمولست للارجست او لارجست لسمولست، اختار واقول له من الاي تو زد او زد تو اي واعمل اوكي. لو انا عايز ارتب السالري من سورت وفلتر كاستم سورت، رتبها لي حسب السالري، بختار حسب السالري فروم لارجست تو سمولست او سمولست تو لارجست، اختار اللي انا عايزه اعمل اوكي. بحدد الخليه A1 ومن فايند وسيلكت فايند علشان ابحث عن نص، انا عايز ادور على النص هيل اتش اي ال ال، بغير اللغه واعمل فايند نيكست بيجي بهالي. اما في الريبليس يا جماعه لازم اعمل فايند نيكست الاول زي ما انتم فاكرين، ريبليس ببدل النص واكتب النص الجديد عايز ابدله بكلمه احمد، لو جيت ان انا اعمل ريبليس هيقول لك النص ده مش موجود، لازم اعمل فايند نيكست الاول وبعد كده اعمل ريبليس وبعدين كلوز. بالنسبه للانسرت كل ما يخصها الرسم البياني، احدد المدى اللي المراد عمل له رسم بياني، بعد كده اختار الرسم البياني سواء كولم او تشارت او سواء لاين او سواء باي قطاع دائري، انا عايز رسم الكولم او لاين اهو، عندي 2 دي كولم وعندي 3 دي كولم وعندي 2 دي بار وعندي 3 دي بار، انا عايز مثلا 2 دي كولم واسمه مثلا ولكن استكتد كولم او كالسترد كولم، اختار المطلوب. في هنا كمان هيسالني سؤالين، اما يقول لي موف تشارت سو ذات ذا توب رايت كورنر ديسبلاي ان سيل اف 1،
او اف 2. يعني مثلا خلي لي كده موف، يعني حرك الرسم البيني بحيث تكون اعلى اليمين يظهر في الخليه مثلا اف كذا او اي كذا او ايا كان. فبسحب من هنا يا جماعه، من هنا، من يعني مش من الاخر، مش من على الحدود، لا من جوه شويه، من جوه سيكه صغيره كده، واسحب للمكان اللي انا عايزه. طب انا عايز دلوقتي كده اعمل ريسايز. طب الريسايز من الاجناب، من الكورنر لما المؤشر يكون سهم ذو راسين. اذا لو قال لي موف يبقى من هنا، لو قال لي ريسايز من احد الاجناب، لو قال لي مثلا عايز ريسايز البوتوم رايت يظهر في الخليه كذا يبقى من البوتوم رايت هسحب. طب البوتوم ليفت يبقى هسحب. طب التوب ليفت يظهر في الخليه كذا او في الخليه كذا، حسب المطلوب يا جماعه بسحب لو قال لي ريسايز. تمام، حذف الرسم البياني بحدده وديليت من لوحه المفاتيح. بالنسبه للرسم البياني اي رقم، حدد المدى اللي انا عايز اعمل له رسم بياني من انسرت، وبعد كده نوع الرسم البياني وليكن 2D، فبيعمل لي رسم بياني بالشكل اللي انتم شايفينه. التعامل مع الرسم البياني من ديزاين، من ادت شارت اليمنت، سواء شارت تايتل، ودايما اباف شارت اعمل لي عنوان للرسم البياني، وهنكتب مثلا هنا كده مثلا المبيعات والمشتريات او الصادرات والواردات، الصادرات على سبيل المثال، فعملنا عنوان للرسم البياني. طيب ايه تاني كمان اعمله من شارت اليمنت؟ عندي كمان داتا ليبل، داتا ليبل وليس داتا تيبل، داتا ليبل، ودايما مور داتا ليبل اوبشن، وبعدين بلاقي علامه الصح اتحطت على كلمه فاليو، والسؤال ديسبلاي داتا فاليو ان ذا شارت، اظهر لي الداتا فاليو على الرسم البياني. طيب ممكن يسالني كمان في تشارت ستايل، واختار اي ستايل على سبيل المثال ستايل 13 او ستايل 14، وانا ماشي بالترتيب طبعا 6 7 8 وهكذا. بعد كده تشينج تشارت تايب لتغيير نوع الرسم البياني، فبيظهر لي كده المربع الحواري اختار منه نوع الرسم البياني وليكن لاين، وده لاين، اما ده لاين استكتد لاين 100% لاين ويز ماركس على سبيل المثال او باي او بار، واختار العنوان اللي انا عايزه او اختار نوع الرسم البياني المطلوب. بالنسبه للموف تشارت، نقل الرسم البياني من ورقه الى ورقه، دايما الناس تقول لي مديني الرسم بياني، بقول لي حدد المدى ده واعمل له رسم بياني، وبعدين خلي الرسم البياني يظهر في ورقه ثانيه. طب يلا ما نشوف، ادي انسرت وادي 2 دي مثلا تشارت، انا الرسم البياني ظاهر في شيت 1، هعمل له موف وانقله من السهم اللي تحت الى مثلا شيت 3 واعمل اوكي، تلاقي شيت 3 اتفتحت والرسم البياني جه في شيت 3. اذا كل ما يخص الرسم البياني من تشارت اليمنت، اقدر ان انا اعمل عنوان للرسم البياني، واقدر ان انا اظهر قيم الرسم البياني من داتا ليبل مور داتا ليبل اوبشن، والصاحب اللي اتحطت على كلمه فاليو. ممكن يسالني في تشارت ستايل، وكمان تشينج تشارت تايب اغير نوع الرسم البياني، وموف ان الى الرسم البياني من ورقه الى ورقه. لو انا عايز اغير لون، اي لون يا جماعه، من فورمات، من السهم الاولاني بختار المراد تغيير لونه على سبيل المثال تشارت تايتل، وبعدين فورمات سيلكشن، وبعدين فيل سوليد فيل، واختار اللون اللي انا عايزه. طب انا عايز اغير يا جماعه لون تشارت اريا الى جريدينت فيل، من السهم ده اختار تشارت اريا، وبعدين فورمات سيلكشن، وبعدين فيل جريدينت على سبيل المثال، وبسيبها على كده. لو انا عندي فضول وفراغ، ممكن ان انا اختار الالوان اي لون اي لون زي ما انا عايز. انا اضغط واختار، اضغط واختار اي لون. ده بالنسبه للرسم البياني. طيب لو الرسم البياني يا جماعه هنعمل اندو، لو الرسم البياني كله لون واحد وعايز اغير، يعني مثلا انا في الحاله دي عايز اغير لون قطر او السعوديه او الامارات، لو ضغطت على السهم ده هلاقي لا في قطر ولا السعوديه ولا الامارات. طب بس انا اقدر اغير لون ايه؟ مثلا المبيعات، ادي المبيعات فورمات سيلكشن، وبعدين فيل، وبعدين سوليد فيل، واختار اللون اللي انا عايزه وليكن اللون الاحمر، هلاقي المبيعات كلها باللون الاحمر. طب المشتريات باللون ده عايز اغير لونها من السهم ده، اختار المشتريات وبعدين سوليد فيل، وبعدين اللون خليها باللون ده. طيب اذا كان الرسم البياني كله لون واحد، طب اعمل ايه في القصه دي؟ يعني انا مثلا في الرسم البياني ده هشيل المبيعات، ونلاقي الرسم البياني اصبح كله لون واحد، عايز اغير لون مصر او السعوديه او الامارات، طب اعمل ايه؟ اذا كان كله لون واحد وعايز اغير قطعه فيه، اضغط على اللون اللي عايز اغيره مرتين بشكل غير متتالي، كده حدد الكل، كده حدد الامارات بس، اروح لاي جردل واغير اللون وليكن اللون الاحمر، عايز اغير لون مصر الى اللون الاصفر، اضغط كمان ضغطه اختار اللون اللي انا عايزه، مع ملاحظه ان انا لو الرسم البياني غيرت نوع الرسم البياني من تشينج تشارت تايب وخليته لاين، اي لاين من شيب اوت لاين، اي لاين عايز اغير اللون من شيب اوت لاين، وادي الفورمات وادي شيب اوت لاين. لو الرسم البياني لاين اعرف اغير لونه من شيب اوت لاين، خليه لي باللون الاصفر، خليناه باللون الاصفر. كده كل ما يخص الرسم البياني انتهى. اخر حاجه عندي
بيج لاي اوت، سهم بيج سيت اب. من بيج بغير اتجاه الصفحه، سواء بورتريت الصفحه بالطول ولاند سكيب الصفحه بالعرض. فيت بغير احتواء الصفحه، تحتوي كم صفحه بالوايد وكم صفحه بالطول. السؤال تشينج ذا ابلكيشن سيتنجز تو فيت اون وان بيج، يبقى فيت واحد وواحد واعمل اوكي. لو سال في البيبر سايز، حجم الورق اي 4 ولتر وهكذا. مارجنز الهوامش، هامش التوب او الليفت او الرايت او البوتوم. هيدر وفوتر، قسم هيدر او قسم فوتر حسب السؤال. ممكن اكتب كلمه في الشمال او في النص او في اليمين. ممكن ادرج البيج نمبر او الوحده اهي بيج نمبر رقم الصفحه. ممكن ان انا ادرج الديت التاريخ. ممكن ان انا ادرج الفايل نيم اسم الملف. ولو رحنا للفوتر كمان عايز ادرج الشيت نيم اسم الشيت، وفي النهايه اوكي. بعد كده شيت روز تو ريبيت ات توب، سؤالها تشينجز ابلكيشن سيتنجز سو ذات رو 1 ويل برنت ان اتش بيج، معلمينها بكلمه اتش بيج. شيت معلمينها بكلمه اتش بيج، واحط المؤشر، احدد الصف اللي عايزه يتكرر في اعلى كل صفحه اوكي. عندي اربع مربعات، المربع الاولاني خاص بالجريد لاين، والمربع الثاني خاص بالهيدنج. جريد لاين معناه خطوط البرنامج، وهيدنج اي وبي وسي 1 و2 و3. عايز الجريد لاين يظهر قدامي فيو، يعني تظهر قدامي برنت، يعني الخطوط تظهر في الطباعه. هيدنج الاي والبي والسي فيو يظهروا قدامي، بينما برنت يظهروا في الطباعه. ريفيو فيها سبيلنج وتشينج علشان اغير الكلمات واصحح الكلمات. ممكن اعمل ذلك بتشينج او تشينج اول لغايه لما يظهر لي اوكي. اوكي كومبليت. بعد كده فيو طرق العرض، سواء نورمال او بيج بريك بريفيو او بيج لاي اوت. ويزوم علشان اغير وصغر اطار النافذه، خليها لي على سبيل المثال 120% او 90%، بكتب الرقم واعمل اوكي. فريز بنس تجميد الالواح، ويستخدم لتجميد صف او عمود او كلاهما. لو عايز اجمد الصف الاولاني بقف في الثاني، عايز الاولاني والثاني بقف في الثالث، اللي انا عايز اجمده بقف في اللي بعده. والسؤال فريز اور رو اباف رو 3، جمد لي الصفوف الاعلى من ثلاثه، بحدد ثلاثه فريز فريز. لو جيت ان انا احرك بلاقي الصف واحد واثنين جامدين، انفريز لالغاء التجميد. لو عايز اجمد العمود ايه بقف بيه فريز فريز جمد الايه. لو عايز الغي التجميد انفريز. لو عايز اجمد الصف واحد واثنين والعمود ايه وبي هقف سي ثلاثه، بعد كده فريز فريز الاقي واحد واثنين جامدين والصف والعمود ايه وبي جامدين. ولو عايز اعمل انفريز بعمل انفريز. ده كده كمراجعة سريعة يا جماعة على الإكسل، يا رب يكون يعني كانت مراجعة دسمة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.